بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير يا باشمهندس مصطفى شفيق. طيب احنا هنستعرض السور دلوقتي عشان نقدر نناقش ايه اللي ممكن يتعمل فيه. لو بصينا للبكات بتاعت السور هنبتدي دلوقتي، طبعا احنا الحدود بتاعتنا المفروض هنا هيبقى في عمود خرسانة. لما نشوف المباني هنمشي بقى على الأرضية، السطح الفاصل ما بين المباني وما بين الأرضية، هنفضل ماشيين معاها. دي كلها ما فيش طبعا معمولة على البلاطة بتاعت الأرضية، ما فيش فيها أي بروزات نهائيا، ماشية تمام. أيوة ماشية هنا، ماشية ادي كده، عدينا ادي كده باكية 2 3، داخلين على الباكية الرابعة. هنبتدي بعد كده ننزل السلم. فبانت دلوقتي اللي هي الطبانة القديمة مفيش فيها أي بروزات، الطبانة القديمة مفيش فيها أي بروزات، بس أنا مش قادر أطلع السقالة طبعا. هنمشي برضو والباكية اللي بعديها مفيش أي بروزات نهائيا. هتبتدي البروزات اللي هي 40 سنتي 20 طوب و20 فوق، اعتبارا من الباكية رقم كام؟ استنى لما نعد كده تاني، ادي 1 2 3 4 5 باكيات، يعني عندي 5 باكيات عرض 20 سور 20 سنتي، والطبانه اللي تحتها 20 سنتي، دي بتيجي مع المحاره وش واحد. فطبعا احنا هنستغل الطوب اللي هو بتاع العتب اللي احنا جايبينه من سام كريت. هبتدي من اول النقطه ديت اهيت، او هبتدي نبتدي من الاول من تاني. هبتدي من اول نقطه موجوده عندي في اول السور، هنبتدي نرص الطوب البنا يشتغل فيه اللي هو خاص بتاع سام كريت، تمام؟ وبنظبط ميزان ميه افقي بحيث ان الطوب يطلع كله على مستوى افقي واحد. والبروفايل بتاعه من الداخل هيبقى مظبط 20 سم بالظبط، لان هو 19 سم والطوب عندي 20 20 ونص. هنرص كده، ادي اول باكيه هنرص عليها الطوب اللي احنا اشتريناه، يبقى احنا ما هدرناش حاجه، وتاني باكيه وهكذا و و و الى اخره، تمام؟ طيب يبقى انا هنا ما عنديش اي مشكله ان احنا هنصب الاعمده، هنظبط طبعا نحفر الكلام دوت ويدهن، ونبتدي نطلع الاشاير او عمليات التخريم زي ما اتفقنا. طيب هنستعرض طبعا بعد الخمس باكيات دول هيبتدي اللي هي الكسر 40 سم، هنتعامل معاها بالنجاره والصب الخرسانه فوق وتحت بالعرض ال 40 سم. هنبتدي بعد كده نروح ماسكين نستعرض الجانب الثاني. يبقى ده الجانب اللي هو انا كده اهو في وجه الفيلا، ده الجانب اللي على ايدي اليمين. هنروح للجنب اللي على ايدينا الشمال. هنبتدي برضو الباكيات المناظره للباكيات اللي فاتت. طيب طبعا هو شغل طبعا مش عارف، المهم اللي حصل حصل. ابتدينا من العمود دوت بتاعنا اهوت، وزي ما احنا شايفين هنا في بروز. البروز ده بيتردد ما بين 5 سنتي 7 سنتي اسناه في الحدود ديت. طيب هنمشي مع البروز دوت، ادي اول باكيه ال 5 سنتي او ال 7 سنتي. لو جينا نبص ونركز على الجزئيه ديت هنلاحظ ان انا في عندي هنا ما يقارب من 4 سنتي هقدر اشطفهم، اللي هم المفروض ان هم يكونوا باينين من على الجنب هنا، اللي هي الطبانه معموله بالعرض والخشب اتفشخ منه او هو اتفشخ الله اعلم فطلع عمله. يبقى احنا النحات هياكل الجزئيه دي، هياكل في كام باكيه؟ ادي باكيه وادي الثانيه وادي الباكيه الثالثه، برضه ماشيه نفس النظام. تعال بص شوف هنا بقى، يعني حرام طبعا ان احنا نسيب الكلام ده ونهدر محاره او نبوظ منظر الصور. ادي هي جايه من هنا وهي جايه من تحت، هتلاقيها نفس المسافه تقريبا، يعني ما بتشال المسافه ديت بيبقى السور محتاج له سنتي او 2 سنتي. طبعا هنقدر نعمل محاره 3 سنتي مع التلابيش، هيجي كل ده وش واحد. ادي ايوه هنفضل ماشيين، ادي الباكيه رقم نعد كده 1 2 3 دي 4، والباكيه رقم 5 اهي، وبعد الباكيه رقم اهي زي شايف نفس النظام. ماشي الحال ماشي الحال. هيبتدي من هنا بقى اللي هو البروز اللي هنتعامل معاها بالطبانات اللي هي هتبقى 40 سم. طيب يعني انا 5 يمين و5 شمال، ودول هيغطوا لي ال 250 طوبه اللي انا اشتريتهم، وهيتعملوا عتب وهيتظبطوا على الميزان الافقي مع صب الاعمده. دي مرحله منفصله. طب باشمهندس مصطفى انا شايف في تشرخ في بس مش عارف هل تشرخ خارجي، مش فاهم في النسبه للكاميرا اللي موجوده هنا، ولا ده تصدع سطحي، انا مش عارف الله اعلم. لازم سعادتك تيجي تشرفنا عشان نفحص هذا
الموضوع. تشرخ هو موجود عندك في الطبانة اللي هي هتبقى رقم 5، ادي 1 2 3 4 رقم 5. التشرخ ده مش عارف هو لسه ظاهر دلوقتي وجاي برضه مصدع، بس انا معتقد ان ده سطحي، ده سطحي وهو فعلا سطحي. لما هنركز هنا كده بالكاميرا انا مش شايف اي امتداد للشرخ داخلي، فده واضح ان حاجه سطحيه زي ما تقول مونه، مش بتطعمها بسل او الله اعلم، مش عايز افتي. خلاص يبقى دي الجزئيه، دي المرحله الاولى اللي احنا هنبتدي نشتغل فيها. طبعا هنقدر نتناقش بعد ما نشوف الفيلم دوت، هنقدر نتناقش نعمل ايه. طيب هنقطع دلوقتي وهطلع فوق السطوح عشان نصور الـ الـ الفواصل اللي بين اللي هي الفواصل بتاعت الأعمدة اللي بين فواصل السطوح. شكرا.